يا مساء السعادة والبهجة والجمال على كل مشاهدين ومشاهدات قناة اي تي سي وبرنامج انتي. مساء الفل يا فرح. مساء الجمال يا علا، يا رب تبقي كويسة. انا الجمال، انتي اللي مساء ربنا الجمال. الجمال ربنا كله يخليك والله يا حبيبة حبيبة قلبي. مساء الجمال والخير على كل متابعين برنامج انتي في كل مكان. مساء الفل على كل بنت وكل ست بتتفرج علينا. مساء الفل على كل راجل شايل المسؤولية. مساء الفل على الأسرة المصرية كلها، اللي احنا على قد ما بنقدر بنحاول كل مرة نجيب لكم مواضيع تبقى مختلفة ومواضيع فعلا موجودة على أرض الواقع. الحقيقة كل مرة ببقى عايزة أقول لكم شكرا على الكلام الجميل اللي بتقولوه على صفحتنا على الفيسبوك، وبنوعدكم أننا دايما نفضل عند حسن ظنكم إن شاء الله، ونقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد ليكي والأنتي ولكل الأسرة المصرية. يلا نبدأ حلقتنا يا علا. يلا بينا يا فرح. وفعلا زي ما فرح قالت إن إحنا فعلا دايما بندور، وفي فريق كبير جدا يا جماعة بجد بيبحث هنتكلم في إيه، مش مجرد موضوع وخلاص أو موضوع بس نملى بيه حلقة أو فقرة، لا، مواضيع فعلا على أرض الواقع بتعدي في كل بيت، سواء ما بين الستات سواء المتزوجة أو البنت أو أي كان، في كل بيت مصري وعربي. ففي صح. دي هتلاقوها فعلا، أي موضوع بنطرحه هنا سواء في الانترو أو في الفقرات هتلاقوه بالتأكيد عدى عليكم بالتأكيد. النهاردة عندنا موضوع برضو شوية ساخن بيعدي أكيد على كل البيوت، أكيد كل واحدة متزوجة أكيد عندها أخت زوج، واللي ما عندهاش سمعت من صاحبتها او من اختها على نفس القصه. فالنهارده هنناقش معاكم الموضوع ده، وهنقول لكم على شويه حاجات تعملوها على اساس تقدروا ازاي تتعاملوا مع اخت الزوج عشان ما تخسروهاش وما يحصلش مشاكل، وطبعا عشان علاقتك تفضل كويسه بجوزك اللي هو الاهم. صح، ده اكيد، لان برضو يا علا اخت الجوز حاجه اساسيه في الجوازة، عامله زي حماتك بالظبط، يعني لا هتعرفي انك تستغني عنها ولا هتعرفي تتجاهليها ولا اي حاجه خالص. بس خلينا نقول ان احنا احيانا بنسمع قصص وحكايات كده عن اخت الزوج ودورها العظيم في اوقات كتيره جدا، انها بتعمل مشاكل وبوظ الجوازة لاسباب كتير جدا، زي مثلا انها تكون غيرانه منك، شايفه مثلا انك اخذتي اخوها. وانا عايزه اقف يا علا عند الحته دي لانها حته مهمه قوي بالنسبه لي. على فكره يا جماعه، احنا لازم برضو دايما نحط نفسنا في موقف او في مكان الطرف الثاني. بمعنى ايه؟ ده اخوها، كلوا وشربوا وتربوا مع بعض، راحوا المدرسه، راحوا الجامعه، عدوا بمواقف كتيره جدا مع بعض. جت في يوم وليله جت واحده بنت اموره لذيذه خدت اخوها منها، باي باي انا واخداه على بيتي. اكيد 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 هتبقى متضايقه، اكيد اكيد حاسه انها غيرانه يا علا، اكيد حاسه ان هي ده كانت حاجه ملكي لوحدي وكانت واحده غريبه لسه عارفينها هتاخده وتبدا معاه بيت وما يبقاش اخويا زي الاول، وهي بقى في دماغها ان انت تفضلي تسخني اخوها عليها والكلام ده كله. انا من وجهه نظري ان اخت الجوز بتصعب عليا في حاله زي كده، فانت هنا دورك لازم يبقى اقوى منها، تحسسيها بالامان وان انت عمرك ما هتغيري جوزها اخوها ابدا 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 من ناحيتها او من ناحيه العيله كلها. ولا انت رايك ايه يا علا؟ معاكي حق يا فرح، بس خلينا نرجع للموضوع من الاول. الام اصلا اللي هي ام الزوج او ام الاخت دي او امك انت شخصيا يا فرح، لازم تكون علمتك من وانت طفله ان انت واخوكي علاقتكم اخوه. في يوم من الايام انت هتروحي بيت تاني، وفي يوم من الايام هو هيروح بيت تاني. هتعلمي بنتك اللي هي اخت الزوج ان هي تبقى مش باصه لحد تاني، هتعلميها ان انا بركز في حياتي وبس، هتعلميها ان انت ما تقارنيش حياتك بحياه اي حد تاني سواء هي مرات اخوكي او غيرها. عموما يا جماعه، يعني سيبكم من رايي انا وفرح، هنقول لكم عموما يعني شويه حاجات تعملوها عشان ان انتوا تقدروا تتعاملوا مع اخت الزوج دي عشان ما يحصلش مشاكل. صح. اول حاجه ان انت دايما اي حاجه ضايقتك مثلا من اخت جوزك بلاش تروحي ماسكه فيها وتقولي لها او تعاتبيها او تلقحي الكلام او تتخانقي، الموضوع هيكبر وهتلاقي اخو جوزك هيزعل منك. الحل ان انت جوزك روحي قولي له بينك وبينه، على فكره مثلا فلانه يا اختك انا بحبها قوي، بس خلي بالك هي من غير ما تقصد احتمال عملت معايا كذا كذا، بس انا بحب اقول اللي جوايا عشان ما اشيلش منها فازعل منها في يوم من الايام. فانا بقول لك عشان ايه، انت ممكن تقول لها بطريقه الطف. ايه رايك يا فرح؟ لا دي انا عندك حق جدا جدا في حاجه زي كده، وعايزه كمان اعلق في حته هنا حلوه قوي، ان لو انت حاسه ان اخت جوزك دي بتعمل مشاكل شويه او من نوع الثرثره بتتكلم كتير او عملت حوارات كتير قدامك، انت لازم تبقي اذكى منها او سابقاها في التفكير بخطوه. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا بلاش سايد توكس، بلاش الكلام اللي بينك وبينها لوحدكم، دايما حاولي انك تخلي المكالمه قدام جوزك. بحس ايه؟
ما تجيش تقول له شفت دي مراتك قالت علينا من ظهرنا، شفت دي مراتك كلمتني في التليفون وحكيت لي واحد اتنين تلاته زي ما بنشوف. لا، تخلي دايما المكالمه موجوده قدامه، يبقى سامع وعارف. بحس ان لو اخته راحت وحاولت انها تقول له كلام ما حصلش، يبقى هو عارف ان اخته بتقول كلام عايزه توقع بيه، او ان الكلام ده ما حصلش يا علا، او 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 انه من ارض يعني، او او من الاساس اصلا الكلام ده ملوش اي صحه. فانت لازم تبقي اذكى وسابقه بخطوه دايما، ده في حاله ان هي بتعمل مشاكل وانت شفتي ده قدامك. لو في حاله بقى انها كويسه، حاولي انك تكسبيها، وبرده بلاش القنه والقالوا، وبلاش بالضبط تتكلمي على اخوها بطريقه وحشه، عشان ده في الاول وفي الاخر اخوها، ومهما كان بتحبك ومهما كان بتحبك ففي الاول وفي الاخر ده اخوها اللي اتربت معاه، ولو ملهاش خير في اخوها صدقيني عمرها ما يبقى ليها خير فيكي انت. قربت يا فرحي. هقول لكم على حاجه كمان يا جماعه، في مثل ومش نتبعه بس مع اخت الزوج، نتبعه مع الناس جميعا للاسف، انه مضطرين نستخدم الطريقه دي، اللي هو ابعد حبه تزيد محبه. عاده اما بنقرب من الناس قوي او ندخل في بعض قوي بزياده، ومكالمه الصبح ومكالمه الظهر ومكالمه المغرب ومكالمه قبل الاكل وقبل ما اخرج بقول بدي خبر كاني بستاذن، ده بيوصل في الاخر لمشاكل. دايما خلونا خفاف، انا دايما حتى اقول لاولادي خليكم خفاف على الناس، يعني تبقيش كده باراشوت من الاخر، يعني تبقيش لازقه في حد، ولا تكلمي كتير ولا تزعجي كتير، ما يردش تتصلي 100 مره، لازم يقول لك، واذا نزل من غير ما يقول تتقمصي وتزعلي. خليكي خفيفه كده معاه، خلي علاقتك ظريفه قليله، مره في الاسبوع سؤال، مره كل اسبوعين ثلاثه تطمني عليها، تعبت تطمني عليها، توصي مثلا توصي على حماتك مثلا لو حماتك تعبانه، خلي الموضوع بعيد، بلاش الدخول زياده لانه هيؤدي لمشاكل فهيحصل النفور بزياده. دي حقيقه. وكمان في حاجه عايزه اقول لك عليها، انه من وجهه نظري الشخصيه لازم تبقي واخده بالك كويس قوي لو كان اخت جوزك دي متجوزه او لا، عشان لو مش متجوزه فهنا بيحصل مشكله غصب عنها، غصب عنها بتغير، لان احنا بنات وستات كلنا اكيد اكيد غصب عننا بنبص. اكيد كل واحد فينا حياته كامله في حته وناقصه من حته، ده شيء اساسي، بس برضو اكيد لو انت واخده اخوها اكتر حد هي بتحبه في الدنيا تبقى غيرانه شويه، خصوصا لو ما فيش حد هي تتلهي معاه، ما فيش عيال، ما فيش جوز، ما فيش حد بيكلمها. فانت لازم تبقي عاقله كده وتخلي بالك وتحطي نفسك في مكانها، انها مش متجوزه وغصب عنها هتفضل تعمل حركات هي مش قصدها، لان هي بشر. فانت تخليكي عاقله كده وتحاولي تقفي معاها وما تغزيهاش، لو مثلا مش مخلفه لو مش متجوزه، وتحاولي ان انت تبيني احسن ما عندك في العلاقه عشان تحرقي دمها، وتبقي ست عاقله كده وجميله وذكيه، وبرده زي ما هي اخته هي اختك، وانت داخله على عيله مش داخله تفرقي وتعملي نفور، بالعكس احنا بنتبسط قوي لما بنلاقي الاطفال طالعين في عيله سويه وبيحبوا الجده وبيحبوا العمه وبيحبوا الخاله. صدقيني ادم قوي بقى جو العمه حربوقه، العمه وحشه، العمه مش عارف ايه، بالعكس كل ما العيله تكبر كل ما الاطفال هيبقوا اسوياء اكتر، وده في الاول وفي الاخر عشان مصلحه عيالك. صدقيني كلامك صح يا فرح، ده في حاله لو هي مش متجوزه، بس صدقي حتى لو هي متجوزه ممكن تقعد تقارن، ممكن يكون جوزها مش زي اخوها، مش زي جوزك يكون مثلا جدع حنين بيعمل واحد اتنين تلاته، جوزها ما بيعملش الحاجات دي، فهتقارن فبرضه هتتضايق، فنراعي الحاجات دي زي ما فرح قالت. بس يا جماعه كده او كده اريح حاجه التجاهل، او ان الواحد يكبر دماغه، او ان الواحد ما يركزش على كل كبيره وصغيره. افرض ضايقتك مره، مش لازم دايما اشيل، مش لازم دايما حتى زي ما قلت لكم في الاول قولي لجوزك، مش لازم، فوتوا ساعات، فوتوا ايام اريح، اما بتفوتوا وتتجاهلوا صدقوني الدنيا بتمشي والمركب بتمشي، الدنيا مش محتاجه مشاكل ولا كلاكيع، احنا عايزين نعيش كلنا، فنعيش ونخلي غيرنا نعيش، واما احنا نكبر دماغنا اكيد ربنا هيوقف في طريقنا اولاد الحلال اللي هيكبروا دماغهم عن حاجات اخطاء احنا برضو وقعنا فيها. ده اكيد يا اولاد اكيد، واحنا برضو عايزين حضراتكم تشاركونا رايكم عن موضوع اخت للزوج، لان ده شيء مهم جدا، وبتتعاملوا معاها ازاي، ويا رب تبقوا استفدتوا من النصايح. اهم حاجه نكبر العيله، ما نعملش نفور في العيله يا علا. تعالوا بقى نيجي للموضوع التاني اللي معانا النهارده، وده اعتقد انه شاغل بال كل البنات والستات الحلوين اللي زيكم كده. والحقيقه ان اول سؤال بنساله لما بندخل قصه جديده، يا ترى الشخص اللي معايا جد في العلاقه وناوي على الجوازه، ولا بيتسلى ومش واخد الموضوع جد خالص، واحنا بنتعب نفسنا مع الشخص الغلط، ونجيب في هدايا ونعمل مكالمات وما يردش علينا وخروجات وكل ده، ونتعشم ونستنى وفي الاخر العلاقه ما تكملش، تفتكري ايه السبب؟
بصي السبب احنا لسه هنقول دلوقتي برضه هنقول لكم على حاجات تعملوها عشان تعرفوا اذا ده حقيقي جد ولا مش جد. بس فعلا يا فرح الارتباط الرسمي وان الشخص يكون جد في العلاقه هو بالنسبه لنا فعلا زي ما انت قلتي وبالنسبه لكل بنت وكل ست دليل على نجاح العلاقه دي، ان هي سواء علاقه عاطفيه او بادئه بعلاقه واحد متقدم صح رسمي مش بحب او كده، فده بيثبت لنا اذا اللي قدامنا كده كده او كده جد او لا. اكيد اي واحده فينا ما تتمناش انه يتلعب بيها او بمشاعرها صح او باي حاجه، او حتى ان هي يطلع عنها صوره ان هي اتضحك عليها او ان هي يعني من الاخر ان هي كانت ماشيه مع واحد. اكيد ما فيش واحده عايزه يتقال عليها كده، فاكيد عايزه ان هي ترتبط بالراجل ده رسمي. فاحنا هنقول لكم على شويه حاجات تعملوها تقدروا تعرفوا منها اللي قدامك ده جد ولا لا، زي ما فرح قالت لكم بدل ما توجعوا قلبكم في الاخر هل هي النهايات المأساويه اللي قلنا عليها في حلقه قبل كده يا فرح. انت اول حاجه لازم تاخدي بالك منها ان الاهتمام الزياده مش دليل خالص على فكره على انه جت في علاقه، فبلاش تقعي في فخ الانبهار الفظيع بالاهتمام وتحسي بقى انه بيحبك ومن غيرك يضيع وانه خلاص يعني انت خلاص ام ولاده. لا، خليني اقول لك بقى المفاجاه ان الاهتمام المتوازن اللي ما فيهوش مبالغه وافوره دي من علامات تطور العلاقه للجواز. فلما تلاقي افوره في الاهتمام خدي بالك، لما تحسي بقى انه مكالمات 24 ساعه وخروج 24 ساعه والكلام ده كله، في ناس بتحب بجد كده على فكره عشان ما نظلمش، بس ده مش العادي يعني طبيعه الراجل الاهتمام الزياده ده بيبقى وراه دايما حاجه ان كده وراه حاجه احنا مش فاهمينها. فالاعتدال عامه في كل حاجه هو الحل الامثل من وجهه نظري. ده حقيقي يا فرح، لان فعلا ممكن اي واحده تنبهر تلاقي واحد بيعملها حلو قوي واهتمام زياده واتصالات وقلق ورجعت السكن اصل قلقت عليكي بطمن عليكي تفتكر ان هو ده حب فعلا. اصل الراجل عارفه ليه يا فرح الزياده ده مش مقنع؟ لان ممكن البنت تعمل كده او الست، لان احنا ايموشنال او صح احنا عاطفيين اكتر، لكن مشاعرنا بتحركنا اكتر. ده حقيقي صح، الراجل مش عاطفي فهيبقى بيهتم بيكي وعايز يجوزك، بس على فكره هيبقى عادي مش هيبقى اللي هو ليل ونهار لانه عنده شغل وعنده حسابات تانية وعنده حاجات بيحضر نفسه عشان يقدر انه يتقدم لك عشان يجوزك، فمش محتاج يتكلم كتير. بدليل ان بعدين بتقولي ايه جوزي ما بيقولش كلام حلو، لك اه بس بيعمل معاكي ايه؟ هو الراجل افعال مش صح كلام. ففعلا فرح معاها حق. تاني حاجه يا جماعه ان ممكن تلاقي الراجل ده بيكون صادق في كلامه، يعني ممكن واحد يجي يقول لك حاجه كبيره جدا، يقول لك مثلا كنت متجوز قبل كده، يقول لك متجوز قبل كده وعندي ولاد، ما تخافيش منه على فكره، ده معناه ان هو جاد، معناه ان هو صريح، صراحته دي واضح يعني مش تخوفك، لا صراحته دي بالعكس تطمنك، تقولي يا ده متجوز، طب ما هو قال لك كان ممكن ما يقولكيش، ده معناه انه انسان واضح، فما تخافيش لو جه يصارحك بحاجه ممكن تكون قويه. انت كلامك صح جدا. هنا كمان هو هنا هو ساب لك بقى انت الملعب زي ما بيقولوا، انت والله موافقه تتجوزي واحد متجوز وعنده اطفال ده شيء يرجع لك. طيب خلينا بقى نروح لثالث خطوه معانا، انك لازم تحطي مسمى للعلاقه اللي ما بينكم، يعني ما ينفعش نتبادل كلمات الحب والغزل والكلام اللذيذ ده واحنا بنقول اننا اصدقاء وبس، لا. عارفه ليه؟ عشان اول ما يزهق اول حاجه يقولها لك ايه؟ على فكره انا ما عشمتكيش بحاجه خالص، على فكره احنا اصحاب وبس، هو انا جيت قلت لك ان انا مرتبط بيكي؟ هو انا جيت قلت لك ان انا هتجوز؟ لا، لازم تحطي لنفسك شكل مفهوم للعلاقة. احنا هنرتبط كمان شهر، احنا مثلا مخطوبين دلوقتي، احنا مثلا مقري فتحتنا، لازم تبقي فاهمة انت داخلة على ايه، مش اي كلام بس. بس طبعا قبل بقى ما نديكوا بقية الحاجات تعالوا نطلع على فاصل سريع جدا ونرجع نكمل بقية كلامنا. قبل بقى ما تدخلي في علاقة حب أو ارتباط مع شخص اعرفي كويس ظروفه ووضعه الاجتماعي ووضعه المادي كمان، مش يا جماعه لاننا ماديين، الاجتماعي طبعا مفهومه ان هو متجوز مش متجوز مخلف تبقي فاهمه، زي ما قلت لكم ان لازم الوضوح، فاذا هو مش قايل لازم انت تسالي. صح. تاني حاجه الوضع المادي، مش لاننا ماديين، الوضع المادي لان انت تبقي عارفه هل هو يقدر على ده ولا لا. معلش يعني هو اللي عايز يتجوز لازم يبقى جاهز حسب كل واحد ومستواه الاجتماعي ومستواه المادي يعني الدنيا كلها طبقات، ربنا خلقنا طبقات، فانا مش بتكلم على حاجه كتير، بتكلم على حاجه اللي تكون لوجيك طبيعي بالنسبه لمستواكي انت او وضعك انت، فلازم تبقي عارفه الكلام ده، لو عرفتيه هتبقي عارفه اذا هو جاد ولا لا. دي نقطه مهمه جدا جدا، محتاجين حلقه بقى فيها لوحدها كتير. اخر نقطه ومن وجهه نظري اهم نقطه، لازم تعرفي بقى اذا كان الشخص ده سمعته كويسه ولا، يعني تاريخه معروف بعلاقات كتيره وهوائي، عارفين الجمله كده اللي هي بتقول ايه سمعته سابقاه، هو كده بالظبط. فانت يا عزيزتي لازم تبقي عارفه السمعه بتاعته كويس جدا، وحاجه كده صغننه قوي عايزه اقولها، لازم تبقي عارفه هو بيظهرك للناس ولا لا، يعني
يعني هل بيكذب على اصحابه ان ما فيش حد في حياته، هل مش ظاهر انه انت مش موجوده، هل مش بيخرجك مع ناس. النقطه دي مهمه جدا، لان لو مش بيخرجك في الاغلب هو هنا بيبقى فيه علامه استفهام كبيره جدا، لازم تتسائلي وتسالي انا ليه مش ظاهره، انا ليه صحابك ما يعرفوش عني حاجه. لو قال لك انا بغير وانا ده كلام فاضي 100%، علشان يعني شئنا ما بقنا هو كده كده هيظهرك للناس. فمن وجهه نظري لو مش بيظهرك لازم تسالي وتعرفي ايه السبب، عشان هنا اعتقد هيبقى في علاقات خفيه كده، ونتكلم في الموضوع ده في حلقه تانية بقى خالص. ده لازم يا فرح. طيب بص، النهارده يا جماعه عندنا هيكون عندنا فقرتين مميزين جدا. اول فقره هتكون مع الانفلونسر روان عصام، واللي هندردش معاها في الفيديوهات الظريفه جدا اللي هي بتعملها، وكمان هندردش في ابرز ترندات 2022. طيب احنا تاني فقره بقى معانا هتكون الدكتوره ياسمين السيد، صاحبه كتاب خايف اتنيل، وهنتناقش معاها عن اسباب الخوف من الجواز والارتباط، وهنستنى اكيد مشاركتكم لينا. يا ترى ليه بنخاف من الارتباط؟ ليه بنخاف من الجواز؟ ليه الموضوع ده عامل بعبع بالنسبه للشباب، ودلوقتي كمان بقى عامل بعبع بالنسبه للستات مش للشباب بس؟ بس الاول خلونا نروح فاصل صغير قوي ونرجع نبدا اولى فقراتنا. حياتنا بقت عبارة عن ترندات، بنصحى الصبح على ترند وننام على ترند، وحاجة آخر لذاذة وجمال بصراحة. سنة 2022 الحقيقة كانت مليانة ترندات، ويمكن لسه لحد النهاردة مكمل معانا، بس احنا الأهم ان احنا لازم نبقى عارفين ان السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، لو ما مسكناهوش صح، لو ما حزمناش الأمر، الموضوع بيفلت مننا جدا وما بيكونش الموضوع لذيذ خالص. وعايزين بقى نفهم الفرق، يعني ايه انفلونسر، يعني ايه بلوجر، يعني ايه يوتيوبر، كلام كتير جدا على السوشيال ميديا تحت مسمى واحد. عشان كده منورنا في الاستوديو النهارده الانفلونسر روان عصام، هندردش معاها في ابرز الترندات ونفهم يعني ايه اصلا ترندات. اهلا بيكي يا روان. اهلا بيكي، عامله ايه؟ الحمد لله. اهلا بيكي يا روان منورانا. وعايزه اعرف بقى منك كده، انت ايه حكايتك وقلب الدنيا وقلب السوشيال ميديا ودمك خفيف بطريقه فظيعه؟ وبعدين انا شايفه يا جماعه في انفصام، هي شخص غير اللي بتشوفوه ده خالص، انتوا دلوقتي هتكتشفوا لوحدكم حكايتك ايه. يعني كده بعمل فيديوز للبنات، بنمشي مع الترند بقى حاجه حاجه، بس زي ما فرح وضحت ان هو ذو حدين، فبنمشي مع الترند الايجابي بلاش السلبي. وهو الفيديوهات الحمد لله تتظبط تطلع ترند كده، يعني عشان ممكن ماشيه مع الموجه شويه او ماشيه مع الاغلبيه. طيب انا عايزه اسال سؤال، ايه الهدف من الترند؟ يعني انت دلوقتي بتقولي انا عايزه امشي مع الترند الايجابي، اصلا مفهوم الترند المفروض ان هو حاجه الناس بتطلعها. دلوقتي الانفلونسرز او البلوجرز بقوا بيطلعوا الترند ازاي؟ هو اي حاجه تعمل بروباجندا، اي حاجه تثير الجدل، ما بقوش بقى يركزوا ان الحاجه دي ممكن تثير الجدل في الحاجه الغلط ولا الصح. هو اهم حاجه ان انا اثير الجدل عشان انا اتشهر. هدف الترند ان انا ابقى عليا سبوت كده. يعني الاساس من الترند ان انت عايزه تتشهري. طبعا اكيد هو ده اساس الترند. فهمت. طب روان، انت دلوقتي لاحظت ان انت بتوجهي نصايح للبنات، ايه اللي خلاكي تاخدي الاتجاه ده، وايه اللي خلاكي اصلا يا روان تعملي فيديوهات؟ اللي خلينا ناخد الاتجاه ده لان اللي معاه البنات الكلام بتاعك ده هو انه كده اللي معاه البنات كسبان طول ما احنا طول ما انا اخد البنات في صفي واحنا مع بعض كده كسبانه. لكن اي حد ياخد صف رجاله ولا اي حاجه، لا احنا مع بعضينا احنا كبنات. لا طبعا ما ينفعش ناخد صفهم. صح. ينفع الاعتدال. لا انا زيك يا روان. لا 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 عجبتيني. هتكلم زيها في الفيديوهات. عجبتك شفتي اقنعتك. طب ممكن تفهميني يا روان ايه الفرق بين الانفلونسر والبلوجر؟ بنلاقي ناس بتزعل لما بنقول له انت انفلونسر، وناس ثانيه بتزعل لما بنقول له انت بلوجر، ايه الفرق بين الانفلونسر وايه الفرق بين البلوجر؟ والله هم كلهم بيتحطوا تحت مسميات كتير، بس هو عموما الانفلونسر بيبقى شخص مؤثر في الناس على حسب بقى المحتوى اللي هو عايز يعمله. يعني هو دلوقتي انا باثر فيكي في المحتوى، سواء محتوى كوميدي، سواء ان انا بفيدك بميك اب، باي حاجه، دوت المؤثر. فرق طبعا ما بينه وبين اليوتيوبر، اليوتيوبر ده ممكن بيعمل فيديوهات بقى والتحديات والكلام بتاع اليوتيوب دوت. بس ما اعتقدش حد يتضايق من ان هو يتقال انفلونسر او بلوجر لو هو صاحب محتوى. هو ده بس اللي بيفرق، انه لو انا طبعًا بقدم حاجه فتقول لي بلوجر فانا هنا اتضايق. لا انا لازم بقى انفلونسر عشان انفلونسر يعني شخص بيأثر في الناس. لازم يأثر اكيد. بس طب انت مثلا جات لك فكره نصيحه مثلا حبي نفسك، واللي هي بتقولي البنات المسحوكين وبتاع. انا ذكر يعني على اي اساس انت يعني قلتي النصيحه دي بالذات حبي نفسك؟ على اساس ان البنات بيخشوا لي على المسج، انا يعني لمسه شويه الواقع مع البنات، فبيخشوا يبعتوا لي مسج مشاكل وانا بطلع ارد عليهم بطريقه كوميديه. طبعا عشان احنا كفايه هم بقى، احنا لازم نفرفش كده، واحده تشكي لي همها هطلع نكد عليها. تعملي هلا بتردي بطريقه بتضحك.
لازم طريقه كوميدي كده وفي نفس الوقت يكون فيها رساله برضو. صح. طب احنا فعلا شفنا فيديو ليكي على السوشيال ميديا لما كنتي عامله عمليه التكميم وجاب مشاهدات عاليه جدا، طيب كان ايه الهدف لما نزلتيه؟ وهل فعلا كان وراء رساله ولا مجرد بس دعايه يعني للموضوع؟ لا انا حتى في الفيديو وضحت ان انا مش حابه ان انا اعلن عن اسم الدكتور لان انا يعني ما كان ده مش دعايه بينك وبين الدكتور. لا 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 انا وقفت الموضوع ده. انا كنت طالعه يعني. كانت الناس كتير عماله تسالني تجربتي ايه مع التكميم، هل هي الموضوع ناجح؟ لا، فانا طلعت اتكلمت بكل صراحه عن تجربتي انا مش عن التكميم عموما، نقلت تجربتي انا الشخصيه ليهم. في ناس اقتنعت والحمد لله، كان الاغلب في الكومنتس يعني عشان الموضوع ده ناس كتير جدا مهتميه بيه من البنات فعلا، يعني عمليه التكميم وان جسمهم يبقى حلو اكيد والحاجات دي كلها، وانتوا كده كده حلوين في جميع الاحوال. انا لسه هقول البنات اول في كل حاجه. دي حقيقه، بس ما فيش يعني حاجه وحشه قوي ان احنا نزود من جمالنا اكتر. ده اكيد. طب انا عايزه اسالك حاجه، هل انت قبل كده شفتي واحده مثلا لقيتي مثلا تصرفاتها او طريقتها مثلا استفزتك ان انت تنزلي فيديو مثلا تنزلي نصيحه مثلا على السوشيال ميديا؟ هو انا بطلع ارد اهو على الحاجات المستفزه، بس مش بقصد مين الشخصيه يعني، او مش قصدي استفزاز يعني. مثلا زي انت دلوقتي شفتيني مثلا، انا دلوقتي انا وفرح، انت مثلا ممكن تديني نصيحه ازاي بطريقتك على الفيديوهات؟ ممكن تقولي لي زي إيه؟ القمر الاثنين مش نصيحه. قولي لي اي حاجه كده من الحاجات، حبي نفسك والحاجات بتاعتك. لا طبعا اكيد لازم يعني الواحد يحب نفسه ويثق في نفسه، لان بجد التوسع اللي احنا فيه والسوشيال ميديا الفتره الواسعه قوي دي، كميه تنمر، كميه انتقادات، فالناس مفيش تراست خالص، الثقه بدات تتهز. تهربي من سؤال، انا ممكن تقولي لي ايه لو نزلنا فيديو على رايك فيا او عايزه توجه لي نصيحه هتقولي لي ايه؟ كده قمر وكده قمر يا خلاص، خمسه عليكي خمسه شويه ومروحه. طيب لا يا زي السكر صغنونه خالص البيوت خالص. لا بطريقتك يعني زغلوله صغنونه خالص زغلوله خالص فظيعه. طب تعالي نشوف الفيديو اللي عمله مشاهدات كبيره ونرجع نكمل كلامنا تاني. روان طيب انا عايزه اعرف منك دلوقتي، انت جات لك فكره الفيديو ده منين؟ واللي عرفناه ان هو تقريبا عامل حوالي 8 مليون مشاهده. هو الفكره ان احنا يعني بلايند ديت شو اللي هو اصلا الاساسي كان اخر ترند كده والموضوع كان حلو قوي، فجت الفكره ايه اللي هو اقترح عليا اللي كان معايا في الفيديو، قال لي انا محتاج ان احنا نمشوه بقى بالطريقه الشعبي، وانا عارف ان انت اصلا بتحبي تمثلي بقى وبتعرفي تعملي الكاركتر ده، فشايف ان احنا لو عملنا حاجه شعبي كده وقمنا بيها هيعمل ترند. قلت له طب خلاص ماشي يلا بينا ونشوف الدنيا هتعمل ايه، وفعلا يعني فرقع. طب انت فعلا انت كل الفيديوز باين فيها ان انت بتمثلي وبتعرفي تمثلي، ده حلم ولا ده مثلا انت رساله عشان هو ده الخطوه الجايه اللي انت عايزه تاخديها؟ يعني بتقدمي رساله بطريقه مش واضحه كده. لا هو ده حلمي اصلا يعني، انت عايزه تبقي ممثله اصلا. ده هدفي، فانا بحاول ان انا اظبط ده على ده، واللي بياكد لي كده ان في ناس اصلا يعني واثقه ان شخصيتي في الفيديوهات هي دي في الحقيقه، يعني في ناس اقتنعت ان دي دي انا، فده بياكدني ان انا تمام حلو كده في التمثيل ان شاء الله. يبقى وشنا حلو عليكي وانت في عمل في رمضان ان شاء الله يا ولد. طب بداتي تاخدي خطوات في التمثيل في اتجاه التمثيل يا روان؟ والله يعني لسه يعني ما فيش حاجه واضحه وما فيش فرصه. خدتي ورش تمثيل؟ لا، وانا اصلا كل اي حاجه بعملها ارتجال، كله ارتجال. يعني حتى مش بكتب سكريبت او اي حاجه، هو انا كده حتى ما باجي اطلع لايفات مع البنات في اي موقف او حاجه بيلاقوا ان انا الرياكشن ده على طول كده طبيعي. طيب انا قلت لك في الاول ان السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، يا اما بترفع قوي يا اما بتنزل قوي، فانت لازم تبقي معتدله. طيب اكيد مش كل الناس مثلا بتحبك واكيد مش كل الناس بتكرهك، ده كلنا على السوشيال ميديا بصفه عامه، الكومنتس بقى السلبيه او التعليقات السلبيه اللي بيبقى فيها كلام مش لذيذ بتتعاملي معاها ازاي؟ بتتفاعلي وتردي ولا مش شايفه؟ مش شايفه يعني انا بشوف كده ان الناس اللي بتقعد تشتم، انا بحب يعني ان احنا ممكن ننتقد الشيء بس ننتقده باسلوب كويس. الناس اللي بتشتم او بتقعد ان هي تحاول ان هي تحبطك كده، انا بشوف ان هم مجرد سلالم، لولاهم احنا مش هنطلع لفوق. لازم بس على فكره هو في كل المجالات وفي كل الناس، حتى أكيد. ناس مشهورين وفنانات وفنانين دايما بيقولوا حكايه ان دايما الناس بتدخل. ايوه طبعا اكيد الناس ما اجتمعتش على حب ربنا، بتبقى حاجات موجهه، ناس بتحارب ناس، ناس كذا، فبيدخلوا يكتبوا. ايوه اكيد طبعا بالفعل. بس يعني حد اختار ان هو يبقى في السوشيال ميديا، اختار انه مشهور، يعرف كده ان الناس اصلا ما اجتمعوش على يعني على ربنا، فمش هيكتبوا على بني ادم. فنطنش ما دام انا صح ومقتنع باللي انا بعمله يبقى كمل وتظبط. طيب لو انت مثلا شايفه ان انت صح، ساعات العيله بتزعل او بتتضايق مثلا لما بتشوف الكومنتس دي، ده اي حد برضو من عيلتنا موجود على السوشيال ميديا، طيب حد مثلا فكر انه يوقفك او عمك مثلا اتصل بباباك يسخنه مثلا، ايه الكومنتات دي ايه الكلام ده؟ هو كانوا في الاول بيتاثروا شويه بس بعد كده لا يعني ما لو لان انا عموما في حالي شويه يعني قليل قوي لما بتشتم
عشان تاكل البنات ما دام في صفنا احنا في امان. هي دي حقيقه فعلا. فعشان انا كل الفئه عندي بنات فالبنات معايا حبايبي. عشان تعرفوا فايده البنات. ايوه طبعا. داعمين كده عشان كده بقول لك اعتدال ماشي. اعتدال يا علا اعتدال. البنات برضه. طب انت مفكره تعملي ايه بعد كده غير مثلا الاتجاه ان انت دايما مع البنات والنصايح والكلام ده؟ هل في فكره مثلا ثانيه جت في دماغك فكرتي فيها تعمليها؟ اللي انا بفكر فيه الفتره الجايه ان انا عايزه اتجه للتمثيل بقى واشوف الموضوع ده بدايته ازاي. انا بس محتاجه اعرف البدايه يعني حطيني بس على اول الطريق. مشيني بس انا كده بس انا اعرف وانا انطلق. طيب احنا لسه في بدايه 2023 فلسه مفيش ترندات اتعملت، بس 2022 كانت كلها ترندات. كلميني بقى عن اكتر ترند كان عامل ضجه على السوشيال ميديا زي ما بيقول. اللي هو بتاع الكشري ده وانتش واجري. انتش واجري. انتش واجري. طب انا كل الناس استسخفته وانا عجبني يا جماعه جدا. انا كنت بتضحك. انتش واجري ده بيضحكني قوي. بس عايزين بقى نشوف شخصيتها في الترند ده. عايزين نشوف الفيديوهات دي يعني. ان انا اطلع يعني ارد على الترندات دي يعني. وانت بتتكلمي كلميني بطريقه الشخصيه اللي احنا بنشوفها. بصي هقول لك، فهمت قصدك. هو موضوع اللي هو انتش واجري وانتش واجري وبتاع والكلام ده، انا شايفاه هو جت معاه باي لك يعني، وش ان هي جت معاه بالحظ يعني. بس التاني اللي هو بتاع الكشري دوت، انا شايفه ان هو واحد كان عامل كده فما صدق لقى قشايه طالعه بيها، اللي هو بقى اللي هو الدعم بتاعنا واحنا قعدنا ندعمه بقى ولازم نقف جنبه، وفي الاخر هو طب قولي دي قصه كانت مفبركه او بتاعه ومش مسليه، لكن موضوع في انت شواجري بيضحك قوي. انت شفتيه ازاي؟ رايك فيه ايه؟ انا شفته غلبان. في ناس استسخفته وفي ناس حبيته، انا الناس اللي حبيته على نفسي. انت شفتيه؟ لا انا شفته غلبان يعني، شفته غلبان ويعني لا كنت الموضوع ضحكني ولذيذ، لان هو كمان ما زي ما بيقولوا كده ما زطش فيها، ما استعبطش. لا عامل كلمات قلب كلمات يا جماعه، ماشيه مع اغنيه مايكل جاكسون كانها هي، بس لما تركزي ايه ايه انت بتقول ايه؟ بس انت يا رولا فرفوشه، انت اصلا بتحبي الترندات والحاجات اللي زي. ايوه ايوه يعني انت اصلا شخصيتك مضحكه. قبل ما نبدا الحلقه اصلا لا اقول بقى انا ضحكت كارثه، فضحكت ضحك وهي عماله تبص لي فاهمه، بس مش هتبطلي. بس كان دمه خفيف. طب عمرك فكرتي يا رولا تمشي على الترند ده انت شواجر والكلام ده ولا تتكسفي؟ امشي انا عامله كده تعملي فيديو عادي تاخدي الصوت من التيك توك. لا 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 عمري ما فكرت. تضحكي بس من ورا الكاميرا. اضحك بس انا اضحك اتفرج واضحك، لكن انا اعمل ما اعرفش. لا لا ما اقدرش. انا اخر اتفرج. طب ايه تاني غير انت شواجري كان ملفت في 2022؟ كان في ترندات كتير قوي. شيرين مثلا وحسام حبيب. هو مش لازم ترندات مضحكه، هو ممكن ترند عادي. للاسف ده الترند الوحيد اللي اتقال في صوره. هقول لك احنا للاسف في مجتمعاتنا الترند بيعلى لما كل ما يبقى مش حلو، كل ما يبقى للأسف. انفصال، طلاق، خناق، شتيمه، مشاكل، نميمه. اه والله انت عارفه لو اتنين اتجوزوا مثلا بعد قصه حب سنين عادي تلاقيه مش ترند قوي. عادي عادي. اه اتجوزوا عادي. احنا معانا كمان اتنين قطعوا بعض. اه يا سلام. عن الفيديو بتاعهم يوم كب كتابهم. دي حقيقه. طب انت شفتي انا لا يمكن ارجع له. شفتي ازاي الموضوع ده من وجهه نظرك؟ خساره، خساره كبيره جدا. بس انا عايزه اقول لك، عايزه اعلق على حاجه بس. لا يمكن ارجع له دي علا، دي كلمه كل البنات بتقولها، بس هو مع اختلاف ان شيرين شخص مشهور، لكن كلمه لا يمكن ارجع له دي كلنا لما بنرتبط وبنزعل ومش عارف ايه، بكلم صاحبتي انا مستحيل ارجع له، ده لو عمل ايه، ده لو مستحيل ابص في وشه، مستحيل ابص في وشه، ببقى قايله اوحش الكلام عليه. بس بعد كام يوم بهدى، بس مع اختلاف الفرق ان انا قلت لصاحبتي اللي مش مشهوره وشيرين للاسف صرحت للعالم والميديا وكده، فهنا الموضوع مختلف. بس شيرين عملت زي اي ست على فكره يا علا من وجهه نظري، كلنا بنعمل كده وكلنا بنتكلم. بصي هي الفكره زي اي ست، مش هنتكلم عن شيرين بالذات، هي واحده بتحب واحد وحصل بينهم مشاكل فقالت خلاص مش طايقاه ومش عايزاه ومش ممكن انه لو كان ايه بالظبط. هو مش الشهره، خلاص رجعت. هو نقطه الشهره ونقطه المواقف. ما هو لو احنا بنعمل كده، لو البنات عموما بيحصل معاها نفس المواقف اللي حصلت مع شيرين وبترجع، يبقى البنت العيب عليها برضه، يبقى هي غلط. بس انا عايز اقول لك على حاجه، ده بيحصل اوحش من المواقف اللي حصلت مع شيرين والبنت بترجع بس وبتشوف. بس يبقى بالشخصيه مش صح، يبقى البنت مش صح اكيد. هو في حد يقبل كل ده؟ اكيد لا طبعا. ما هو دي برضه، ما احنا برضه واحنا لما بنزعل المفروض اروعي الوحش بس، ما بنحكيش الحلو. بس المفروض اروعي، انا واحده مشهوره دلوقتي اراعي النقطه دي، ما ينفعش اصرح واعمل، لان انا واحده مشهوره اكون قد المسؤوليه. يدل دي يدل على طيبه القلب. ممكن على فكره دول على طيبة القلب، ان هي مثلا حاسه ان الجمهور اخواتها وان الميديا اللي طلعت تتكلم معاهم دول يعني ناس اكنها منهم وهي متعوده عليهم، ممكن تبقى اتسرعت، وده اكيد انها اتسرعت. بس ده بيدل على انه مفيش سواد. بس يعني شيرين عبد الوهاب من زمان جدا يعني، ممكن من قبلك اكيد. لا من قبل ايه؟ من قبل اكيد طبعا. انا بقول لك بس انت بتقولي اهو من قبلك لسه جديده، انت بتقولي ايه
سلاح ذو حدين السوشيال ميديا، يعني انت عندك خلفيه بدي، شيرين ما عندهاش خلفيه بدي، اكيد عارفه ان في الشهره والميديا سلاح ذو حدين. بس خليني ارد عليكي في حاجه زي كده، السوشيال ميديا ما كانتش على ايام شيرين، السوشيال ميديا لسه طالعه الايام دي، فشيرين مطربه بس مش انفلونسر ولا بلوجر ولا مهتميه بده، وكانت لفتره كمان عشان تبعد عن الكلام قافله الاكونت، قافله كل الاكونت بتاعتها على السوشيال ميديا، لا عايزه كلام ولا اي حاجه، هي دورها مغنيه مش مؤثره، هي مغنيه مش مؤثره، بس عشان هي شعبيتها كبيره ومؤثره في ناس كتير، دليل على كده ان احنا طلع ترند والناس كلها اتاثرت. بصي يا فيروان، هي كمان عاطفيه، وخلي بالك ممكن مش كل الكلام يكون هي فعلا عاملاه، ممكن حاجات عن لسانها. خلي بالك الشهره دي زي ما انت قلتي هي مؤذيه احيانا، ان انا ممكن بفضفض لواحده فالواحده قالت لواحده مش عارف ايه، الاقي شيرين صرحت بكذا او فلان صرح بكذا، فاحنا برده فاهمه ايه هو ده عيب الشهره، الضريبه بتاعتها عليكي برده، انت مش لازم تكون هي جايز قالته فعلا فقاعده يا فرح زي ما انا قاعده بحكي لك حاجه فجأة العالم كله عارفها وهي مخدوده مش عارفه ده اتعرف منين، فدي المشكله فاهمه قصدي. لكن خلينا مثلا نروح للترندات الثانيه، لو بصينا على الترندات الثانيه مثلا ايه رايك مثلا في ترند اللي هو اميله شربايه في طريقه مثلا اكل العنب مثلا؟ هو العنب من امتى بقى لي طريقه اكل العنب؟ يعني انا هاكل عنبيه كده؟ لا بس خلينا متفقين ان الاتيكيت دي دراسه، بس ممكن تمام. ممكن احنا مش يعني احنا احنا شعب مصري، احنا شعب اكيل وشعب حبوب ولذيذ كده، بنجيب مصفه العنب ونقوم واكلين. احنا لو قعدنا ناكل عنبايه كده اهوت هنلاقي اخواتنا مش هنلاقي المصفه في الثلاجه، احنا عارفين الكلام ده. انت بتاكلي مش عنبايه؟ عنبايه ايه، هم حبه حلوين كده عشان احس. طب والمحشي بتاكليه ازاي؟ زي امينه بالشوكه؟ شوكه ايه، هو لو ما كانش من الحله ومد ايدي كده ما احسش من الحله. على طول. طب المانجا تاكلي المانجا ازاي؟ بالايد كده عارفه تحسي ان المانجا لما لغويص. تحسي ان انا اكلت مانجا، اكن شوكه وسكينه بهدومك كده بدقنك بكل حاجه. لا بدون، هي كده بتبقى جلابيه واسعه كده، بنقعدوا كده على الارض ونجيبه بقى نقعدوا بقى ناكل المانجا كده خلاص تمام. عادي انت بتستمتعي باكل المانجا؟ طب ايوه ده اكل. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، انت عارفه ان انا مستحيل اقعد قدام حد بياكل مانجا، ومستحيل اكل مانجا. ليه؟ ما اعرفش. بتكسفي؟ لا ما باكلش مانجا اصلا ده اساسا. ليه؟ في حد ما بياكلش مانجا يا فرح؟ انا كل الناس بتقول لي كده، ازاي انت ما بتاكليش مانجا؟ هقول لك ليه بقى، عشان طريقه المانجا، ما باكلش مانجا. لا ليها طريقه. امينه شربايه هتفرح بيكي قوي، هتفرح بيكي قوي. لا في طريقه هايله هعلمها لك بعد الحلقه بس النهارده هقول لك عليها، مش بتوسخي ولا بتلحوسي ولا اي حاجه. كلكم متفقين على شربايه ولا ايه؟ طب انت شفتي رد الفعل ازاي؟ يعني هما بالبلدي كده طلعوا امينه شربايه على المسرح بالبلدي. انت شفتي ده ازاي من وجهه نظرك؟ انا شفت ان الناس يعني رد فعلهم طبيعي بجد طبيعي، لان احنا مش متعودين على ده، مش متعودين على التقاليد او مش متعودين، فاحنا هنستغرب ده. مش معنى كده ان هي غلط، لا هي مش غلط تماما، لا بس هو الناس طبعا، واحنا شعب بنحب الهزار قوي، بنحب ايه نطلع كله على المسرح. طب ايه كمان ترندات انت بقى لفت انتباهك بما انك ده تخصصك اصلا، او انت مركزه مع الترندات، او انت شخصيا يا روان هل حاجه عملتيها وكانت ترند؟ في الفيديوز، في فيديوهات كتير قوي عملتها يعني كانت ترند الفتره ديت. الترندات يعني اللي الواحد مستاء منها يعني ان الانفلونسر كترو والبلوجر كترو، فهي بقت متاخده كسبوبه يعني زي ما بيقولوا كده، ايه بقى اطلع شهره بقى زي ما انا طلعت بقى اجيب واحد تليفون بثلاث كاميرات ومرايه وجماعه انا جبت التيشيرت من زارا بريش او اتش اند ام والكلام بريشكا. لا بريشقه، لا بيقولوا بريشقه، لا معروفه. رحت زاره طبعا بيتكلموا فاهمه، فما بقاش لامسين الواقع، الموضوع بقى عالى قوي، الموجه عالت، فالناس كرهت، ما بقوش عارفين يميزوا مين كويس من مش كويس. صح، فالترند بدا يبوظ، وبدانا كلنا بقى زي ما بيقول لك الحسنه تخص والسيئه تعم، فكل عمت على كله ان دي بقت شغلانه بايظه وسبوبه فللاسف. طب انا مالي، انا لمبي، انا مالي الحوارات، انا مالي يا لمبي. بس اللي عايز ينجح طبعا يعني بيعرف يعني يثبت نفسه. طب الترند الكشري شفتيه ازاي؟ والله انا شفت ان هو فاهم هو بيعمل ايه كويس، بقى نجم فجأة، هو فاهم هو بيعمل ايه كويس، هو يعني كسب الاول التعاطف، وبعد كده بقى قال ايه خلاص بقى يعني انا عرفت اجيبه وعرفت اتحط عليا الضوء والسبوت، العب انا بقى. هو ذكي مش غالي خالص طبعا، والعوضي خده وعزمه مش عارف ايه طبعا. من وجه تحيه كبيره جدا يا ريتني كلت انا كشري. يعني هو شهره زياده، خلينا نقول فنان احمد عوضي شهره زياده، خده وعزمه وتصور معاه كل ده. بس احنا كان يعني الناس حتى وما يعني مع احمد العوضي احنا كانت نيتنا ان احنا بندعمه وان لا وتواضع والكلام ده، الموضوع قلب معاه فهو بقى حب الموضوع وركب الترند، وحد بقى نجوميه بقى بقى عاش الدور قوي.
بتكتشف مواهب دلوقتي كمان. انت مش حابه يا روان تعملي لنا جزء من فيديو من فيديوهاتك دلوقتي؟ جزء ايه؟ فيديو من فيديوهاتك كده تعملي لنا كانك بتصوري فيديو لايف دلوقتي. يعني انا مش محضره قوي حاجه. يعني قولي لي مثلا حاجه اعملها. انا في الحقيقه خجوله شويه. خجوله فعلا. على فكره الناس فرح خجوله. بس ايه بجد روان انت نورتينا جدا جدا، وان شاء الله ما تكونيش اخر مره معانا، ودايما تبقي متالقه في فيديوهاتك. حبيبه قلبي والله انا مبسوطه جدا معاكم يعني زي السكر. ربنا يخليكي. يا رب تبقوا حضراتكم استمتعتوا بالفقره، واحنا دايما بنحاول نجيب فقرات زي ما قلت لكم موجوده فعلا على ارض الواقع، موجوده على السوشيال ميديا، مش كل حاجه بقى تبقى جد جد، عايزين شويه هزار كده. خلونا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني. يقولوا لي فتاة كده كده. ايه اكتر ترند او اشاعة لفت انتباهك في 2022؟ ترند شيرين وحسام طبعا، كل شوية عمالين يتطلقوا ويرجعوا يتطلقوا ويرجعوا، فجننونا الصراحة. اكتر ترند هو كان انتو شواجري، هو كان تافه عشان جاي جذب الجمهور لي. ترند فتاة كده كده سندس، راجل بتاع كشري التحرير اللي هو اسمه محمد. ان ويجز قالوا ان هو هيغني في كاس العالم، وان هو طلع بقى بعباية بين الشوطين وكده، وكان موضوع حلو يعني. كان نهام بتاعت الكشري اللي كانت بتطبطب على محمد. ياسمين عز عاملة قلق جامد جدا، وبصراحة محدش طايقها، مش فاهمة هي معانا ولا معاهم ولا ايه. كريستيانو رونالدو كان هيمضي مع السيتي، ونزل فعلا صورته بتشيرت مان سيتي، بس لا في الاخر مضى مع مان يونايتد. ميسي وكاس العالم، يعني ان هو خد كاس العالم، ويعني الدنيا كانت يعني على المظبوط قوي. ابن شعبان ابراهيم طبعا، اللي هو انت شواجري انت شواجري. لو انت او هو كل ما بتقربوا من فكره الجواز بتخافوا، او بترجعوا خطوات لورا، او بتحاولوا ان انتوا تخرجوا من العلاقه دي باي شكل حتى لو العلاقه ما فيهاش اي مشاكل، فده يا جماعه اسمه الخوف من الارتباط، اللي اتكلمت عنه ضيفتنا النهارده في حلقتنا النهارده من انتي، دكتوره جاسمين السيد، في كتابها اللي بعنوان اسم لذيذ جدا، خايفة اتنيل، او قصدها خايف اني اتجوز، واللي بيوضح حالات الخوف من الارتباط والجواز. النهارده بقى دكتور جاسمين السيد اللي هي اخصائي الصحة النفسية والارشاد الاسري معانا في استوديو انتي، عشان تفهمنا ليه احنا ممكن نخاف من ده، من الجواز ده، او ان احنا نتنيل، وازاي نعالج خوفنا ده. منورانا يا دكتور جاسمين. ميرسي ليك. استوقفني جدا الاسم يا مرح. طبعا خايفة اتنيل. اهلا بيك يا دكتور جاسمين. انا بس في الاول يعني في البدايه حابه افهم ليه في بعبع الجواز؟ الاول كان عند الرجاله بس، دلوقتي بقى عند الرجاله والبنات، خلاص بقى ممكن يوصلوا للسن كانوا زمان بيتوتروا منه، ان دلوقتي انا مش عايزه اتجوز، انا لسه عندي الكارير، انا خايفه انا خايفه انا خايفه، ليه في بعبع الجواز؟ طيب انا عايزه اشرح لكم الاول يعني ايه كلمه النيله اللي الناس بتستخدمها، او انا ليه سميت الكتاب خايفه اتنيل. هو انا لما جات لي حالات كتير وكان كل الناس بيقولوا لي خايفين نتنيل، فكلمه النيله دي استوقفتني، ايه ليه بيقولوا اللفظ ده؟ فلما عملت سيرش عشان اعرف يعني ايه كلمه النيله، حاجه ظريفه جدا، لقيت ان ده نبات اسمه نبات النيله، كان بيزرع في وادي النيل، وكانوا الفراعنه بياخدوه بيحطوه على المقابر زي ما احنا بنحط الخوص كده في الجنازات. مع تطور اللغه اصبح لفظ اتنيل معناه خايف اكون كئيب وحزين، فخايفه اتنيل يعني خايف اصاب بالكآبه والحزن نتيجه الجواز. فبالتالي كل الشباب او من الجنسين على فكره بيسيب الاثنين، بيبتدوا يخافوا يتجوزوا من الاقبال على الجواز، لان طبعا احنا بنحط التزامات كبيره جدا، وطبعا شايفين طبعا امثله كتير جدا باظت علاقاتهم وفشلوا، فهم بيخافوا من الفشل، بيخافوا من الرفض، بيخافوا من الهجر، بيخافوا من حاجات كتير جدا، وكل واحد ليه سببه يعني. الاسباب تعددت. طيب ليه اصلا الاسباب، ليه اصلا الواحد يبقى نيجاتيف او سلبي ان انا قبل ما اقبل على علاقه، وخصوصا لو انا زي ما قلنا ابقى مرتاحه مثلا، ليه بفترض ان انا هفشل زي فلانه او فلان، ليه بفترض ان انا هتنكد؟ بصي في فكره تملي احنا بنقول عليها التعميم المطلق، هم عندهم تعميم، زي مثلا ما انا بقول كل الستات نكديه، او اعمم فكره ان كل الرجاله خاينين، ده نوع من انواع تشوه الادراك والتفكير، فهم بيصابوا بتشوه في الادراك والتفكير بالتعميم المطلق، يقولوا ان كل اللي بيتجوزوا بيفشلوا، فدي فكره معممه، وده طبعا نوع من انواع تشوه الادراك. بس دي حاجه غلط اكيد، لان مش كل الناس اللي بتتجوز فاشله، لان في علاقات كتير جدا بتبقى ناجحه. اي حاجه تعمميها تعرفي على طول انها غلط،
اي حاجه فيها تعميم مطلق ده كله نكدي ده كله خاين. لا كل الرجاله نكديه ولا كل الرجاله بتخون ولا كل الرجاله نكديه. مظبوط مظبوط اكيد صح. طب تفتكري مين اكتر خايف يتنيل قصدي يتجوز، الستات ولا الرجاله؟ بصي هو المفروض ان الاثنين بشر وعلى حد سواء بيخافوا، ولكن في مجتمعاتنا الشرقيه احنا بنزود الالتزام اكتر على الرجل، يعني الرجل عليه الشبكه عليه الشقه عليه صح. المهر عليه وعليه 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 حتى مصاريف مدرسه الولاد وعليه، فبيدفع حاجات كتير جدا وعليه التزامات كتير جدا. كلمه fear of commitment هي الخوف من الالتزام، commitment يعني التزام. فكل ما بنزود الالتزامات اللي عليه كل ما الخوف ده بيزيد، لان هو اصلا عنده fear of commitment. تمام صح، بدليل ان في ساعات تلاقي راجل مثلا او شاب جاي يرتبط بنت يقول لها ايه no commitment بالظبط من الاول كده مفيش مفيش. طيب هنا بقى العلاج بيبقى ايه؟ يعني انه مثلا الست تشاركه في كل حاجه هو بيعملها هو ده الصح، ولا ان هو خلاص يبقى عارف ان هو اتنقل من مرحله ان انت كنت في بيت اهلك مدلل زي ما بيقولوا، او كنت من الجامعه او كده بتشتغل بتصرف على نفسك، بس هنا ازاي نفهمه ان حياته اتغيرت؟ طيب خلينا نقول ان الكوميتمنت ده مش بس في الجواز، اللي بيبقى عنده fear of commitment ممكن يخاف من اي حاجه فيها كوميتمنت فيها التزام، حتى عقد شغل مثلا ممكن هتلاقيه مثلا بيروح شغله وبعد كده في التزام صحيان كل يوم وفي مسؤوليه ممكن يخاف منها، فالfear of commitment ده fear من الالتزام. عشان نوصل لجذور الفير ده ونبتدي نحلها لازم نوصل للسبب، وزي ما انا فهمتكم ان كل شخص ليه سبب. يعني دخل في علاقه قبل كده واستغل فيها ماديا او حتى استغلت مشاعره، الطرف الثاني استغل مشاعره بشكل كبير، لما هيجي يدخل في علاقه ثانيه هيبقى برضو خايف. ففكره الخوف احنا لازم نعالج الجذور ذات نفسها. هي اقول لكم حاجه ظريفه جدا، هل الخوف ده فكره؟ احنا قلنا فكره صح. الفكره دي بتولد مشاعر، المشاعر دي اللي هي مشاعر ايه؟ مشاعر الخوف صح. والمشاعر بتولد سلوك، فهي عامله زي دايره، فكره مشاعر سلوك فكره مشاعر سلوك. فانا اشتغل منين؟ ابدا منين؟ اغير سلوكي، ابدا من الفكره الاول، ابدا من الفكره، الغي المعتقد القديم عن الجواز وعن ان في مشاكل وعن كل الستات نكديه او كل الرجاله خاينين، وابتدي اكون معتقد جديد. طيب ده بيتم لوحدي اعمله لوحدي؟ اكيد لا، بمساعده حد. لو انا ما قدرتش يعني حد موثوق فيه، مش هروح مثلا لحد من اصدقائي هو اوريدي معقد واخليه ينصحني، هيزود الخوف عندي. مزبوط. فالجأ لمتخصص، وبيعملوا دلوقتي جلسات CBT اللي هي العلاج المعرفي السلوكي، بنبتدي نوصل لجدر مشكلتك. انت بتخاف ليه؟ خايف من التزام ليه؟ خايف من الجواز ليه؟ هل خايف تترفض؟ هل خايف تفشل؟ هل خايف من الخيانه؟ خايف من الالتزامات الماديه؟ وطبعا الطرف الثاني برضو عليه عامل بان أكيد. هو يطمنه أكيد. كل ما يصبر عليه بيطمنه هنقدر ان احنا نعدي مرحله الخوف كل ما يحس بالامان. بس حضرتك قلتي نقطه حلوه قوي ان احنا نروح نتكلم مع متخصص. احنا اصلا الفكره دي عندنا في مجتمعنا الشرقي دي غلط شو يعني غلط في التفكير، لكن هي طبعا على ارض الواقع صحيحه 100% ما فيش شك فيها جداً. انه انت عامه لما بتروح لدكتور نفساني اذا انت مجنون اذا انت عندك مشكله نفسيه، بيبتدوا يتعاملوا مع الشخص اللي عنده مشكله انه رايح يتكلم بس ان هنا في مشكله صح. ازاي اصلا يعني بيبقى الانسان حتى مكسوف يقول لاهله ان هو رايح او ان حتى ياخد الخطوه عشان خايف يتقال عليه مجنون؟ مش لازم يروح لطبيب نفسي، يعني الموضوع مش مستاهل قوي طبيب نفسي، ممكن كوتش، ممكن ثيرابيست، يعني مش لازم واحد طبيب نفسي يعني. ممكن مع حد خبير وعنده يكون اوبتيمستيك شويه وعنده خبره واونست، لازم كوتش مثلا، ممكن لايف كوتش، ممكن نتكلم مع لايف كوتش. المهم ان هو يلجا للمساعده لو الموضوع زاد. بصي انا امتى بعالج الخوف؟ هو على فكره الخوف ده حاجه صحيه جدا، انتوا عارفين كده اكيد، يعني الخوف ربنا خلقه لنا وليه اليات في الشغل. ليه؟ علشان يخلينا تو سرفايف، ننجو. يعني الانسان البدائي لما كان بيخاف من التعبان، يخاف من الاسد، يخاف يخاف يخاف، فكان بيخاف عشان ينجو. يبقى اذا الخوف دي حاجه كويسه. طب دكتور عايزه اسالك حاجه. طب انا دلوقتي مثلا عندي السبب، عديت مثلا سايبه علاقه وطلعت منها ان انا فعلا خايفه ادخل اي علاقه ثانيه، وده فعلا بسبب حاجات شفتها او جربتها، ففعلا بتبقي مش عايزه، يعني خلاص انا مش عايزه ادخل في علاقه ثانيه ابدا، ازاي اخرج من ده؟ ازاي ما مهما حد حكى لي، ما انا شفت الواقع في العلاقه دي كانت اليمه، ايه مين اللي ممكن يقنعني ان انا اروح بنفسي اعمل العمله دي في نفسي؟ بس يا حبيبتي هو اول حاجه لازم الشخص يعدي بفتره يحصل فيها هيلينج في الاول. انت اي تعويره بتحصل لك ايه اللي بيحصل؟ ان انا اتشافي. ايه اللي بيحصل؟ هيلينج يعني خد بريك ولا ايه؟ هفهمك. بصي اي تعويره بتحصل لك، اي جرح في ايدك ياخد وقته، لا بيعمل طبقه ونحس ان الطبقه دي قشره، بتبقى القشره دي سميكه شويه، دي زي ايه؟ زي جدر او حاجز في قلبي انا بكونه،
بمنع اي حد يقرب لي، وبنسميها الحدود الكثيفه. في واحد يعمل بينه وبين الناس حدود عاديه، وفي انا ما عنديش حدود خالص بخلي اي حد ينتهك الحدود دي ويدخل، وفي ناس بتكون حدود كثيفه، انا ممنوع اتكلم، ما تقربليش، كلمه الاهتمام او اي حد يهتم بيا كانه مرفوضه، مرفوضه خالص. فالاول هو لازم اي شخص عدى بالمرحله دي يدي لنفسه وقت، والوقت ده اقل حاجه 6 شهور، اقل حاجه 6 شهور، وبعد كده يبتدي يقلل الحدود اللي هو بيعملها دي خطوه بخطوه، يقرب الشخص ويختبره. ما فيش ما يمنع ان احنا نقرب الشخص ونحطه تحت الاختبارات اللي احنا عايزينها. بنقول لمشاهداتنا ان بصوا اقل مده 6 شهور، مش تطلعي من علاقه بعد 3 ايام تقولي انا حصل لي تشافي. ما ينفعش نتفاجئ عشان بس نغيظ بعض، بنلاقيها تاني يوم يعني ارتبطت بحد تاني. عارفه كمان، لا مش بس نغيظ بعض، هما بيبقى عندهم حته انا في واحد كان بيهتم بيا وبيسال عليا كل شويه، روحتي فين، جيتي منين، فانا مفتقده الحته دي التعود. فانا بفل زجاب، بملا المكان ده، نفسها بقى في علاقه تانية وهي اساسا بتبقى مش مهيئه نفسيا نهائيا لحاجه زي كده. عارفه يا دكتور، انا عايزاكي تشرحي ده، لان دايما انا بقول في فرق ما بين الحب يا فرح وما بين التعود. ان فلان انا كنت بحبه عشان كده انا مثلا عايزه واحد مكانه احبه، لا انا كنت متعوده عليه على التليفونات، على السؤال، على يطمن، على صح. على على ان في حد موجود في حياتي بقول له مشاعر معينه، ده ما بقاش موجود. اشرحي لي الفرق عشان البنات يفهموا ان انت ما بقيتيش تحبيه، انت بس متعوده على وجود حد، فعايزاكي تفهميهم الفرق. في نقطه مهمه جدا لازم البنات تفهمها، ان انت بتحبي التصرفات اللي كان بيعملها، بتحبي ان حد يسال عليكي، حد يهتم بيكي. طول ما انت عندك الاحتياج والنيد ده بتخليكي تقعي في علاقات غلط. يعني غلط، من علاقه خاطئه لعلاقه خاطئه. امتى العلاقه الصح تيجي؟ لما انت تكوني مش محتاجه، لما ما عندكيش احتياجات بتحركك. اي احتياج، واحد محتاج مثلا حاجه معينه، محتاج حد يهتم بيا، فانا ممكن ادخل اي حد في الفتره دي يهتم بيا ويقول لي كلام حلو، او يملى الفراغ الوقتي. بس ما هو بيفل زجاب. فانا اول حاجه اعملها ان انا ما اكونش عندي احتياج، اكون يعني عادي نيوترال، وبعد كده ابتدي ادخل الاشخاص، وانا اكون تملي. عارفه بنسميها انت اليد العليا في العلاقه، انت هاديه ما عندكيش نيد بتحركك، بالتالي بتقدري ان انت تختاري الاختيار الامثل والاختيار الصح. انا في العلاقه المظبوطه. طيب انا عايزه اسال سؤال، حضرتك قلتي حاجه مهمه قوي، ان احنا طول الوقت احيانا بنبقى محتاجين لحاجات معينه احنا مش فاهمينها، فبنفضل ندخل في علاقات غلط. هل ده مثلا صدمات عندنا من احنا صغيرين، فلما بنكبر بتطلع علينا بشكل ان اي حد اشوفه قدامي هحبه، او العكس صحيح بالنسبه للراجل؟ ده 100% اللي انت بتقوليه صح. والغريب بقى اللي احنا بنشوفه دلوقتي، ان البنت مثلا تبقى في علاقه، مش علاقه، في اسره الاب كان بيعامل مامتها معامله وحشه جدا، تمام؟ فلما تيجي هي تدخل في علاقه، انت طول الوقت مفكره ان هي هترتبط بحد عكس باباها كومبليتلي. لا، بنلاقيها بتختار نفس المواصفات بتاعت باباها. عقلها الباطن، عقلها الباطن بيخليها تعمل حاجه اسمها التكرار القهري، بتكرر نفس التجربه اللي شافتها، وتبتدي هي فاكره انها لما هتدخل في علاقه زي دي هتغير النهايه بتاعتها، او هتعمل نهايه غير اللي مامتها عملتها. ده زي الراجل اللي بيشوف امه، او الولد الصغير اللي بيشوف امه كانت بتتضرب، او في علاقه قاسيه جدا من الاب عليها، فيتجوز واحده ويمارس عليها نفس الكلام ده كله بالزبط، وهو مش حاسس. تمام، اللي انت بتقوليه مظبوط جدا. وتبتدي كل ده بيعملوه ليه؟ علشان هم عانوا في الصغر وشافوا التجربه بعينيهم، وكانوا ما لهمش اي يد يصلحوا اي حاجه، صدمات نفسيه. فلما بيكبروا بيبقوا عايزين يبقى لهم يد في الموضوع. ولكن انت لما بتدخلي اي تجربه بنفس المعطيات، طبيعي النتيجه هتبقى هي طبعا، لان انت ما غيرتيش اي حاجه، انت داخله بنفس المعطيات. فاللي بيحصل ان هم بيبقوا في علاقه على يعني هم عايزين يصلحوا، لكن بالعكس ده هم بيبوظوا، وبيبوظوا علاقاتهم وبيبوظوا نفسهم. مظبوط. طب ازاي اعرف انه الشخص ده، او انا مثلا مريت بصدمه نفسيه وانا صغيره، تروما؟ اعتقد ان معظم الناس عندهم اكيد ترومز من وهم اطفال. ازاي بقى ما اخليش حياتي ماساويه وانا كبيره؟ انا عايزه اقول لك، هم بيبقوا عارفين، يعني هم بيبقوا داخلين علاقه هم عارفين ان مامتهم عانت في العلاقه دي، او باباهم كان بيعامل مامتهم وحش، او يعني هم عارفين. ما فيش حد دخل في علاقه او اتربى في اسره وهو مش فاهم ان هو كان عليه ضغط كبير جدا. وتكمله كمان يا دكتور كلام حضرتك وكلام فرح، والعكس صحيح، اما مثلا في واحد امه مثلا كانت قاسيه وكذا، وهو كان متضرر من الطريقه، بتلاقيه بيختار زوجه تكون عامله زيها، مش العكس. تلاقيه بيدور مش على واحده بقى حنونه وكده، لا، تلاقيه ينفر من الحنونه دي ويبقى عايز صوره صح تانيه من ده، وبرده يتاذى من ده، بس برده هو بيروح لده تاني. والستات بيعملوا نفس الغلطه دي ليه؟ هم، ما انا فهمتك ان ده اسمه التكرار القهري، هم عايزين يكرروا نفس التجربه عشان يغيروا النتيجه. ده السبب، دي كلمه ليه. طب احنا دلوقتي احنا مهمتنا ايه؟ ان احنا نوعيهم. لقيت نفسك بتدخل في علاقه وانت شايف انها شبيهه، لا، فتح بقى،
خد بالك انت كده بتكرر تكرار قهري. ساينز هنا. انت كده بتعمل تكرار قهري فوق لنفسك عشان النهايه مش هتتصلح ولا حاجه، ان هي تبقى هي نهايه العلاقه بتاعت باباك ومامتك السابقه، ففوق لنفسك وفوق لاختياراتك. فبالتالي احنا لو فوقنا لاختياراته مش هيعمل نفس النتيجه اللي حصلت، مش هنوصل للنتيجه المأساويه دي. يعني يعني هنا انا محتاج اقف مع نفسي افوق نفسي، انا هنا في علاقه غلط، النتيجه واحده، مفيش حاجه تتغير، انا مش هقدر اغير الكون. مظبوط صح كده. طيب دي حاجه حلوه قوي. حاجه تانية يا دكتور، ليه برضو تلاقي واحده مثلا يا فرح تلاقي صاحباتنا في اخواتنا تلاقي واحده مثلا اتجوزت جوازه اولى او مثلا كانت مخطوبه لواحد طلع فيه عيوب 1 2 3 واتجرحت وطلعت من القصه، بعد سنين دخلت في قصه ثانيه هتلاقي اختارت شخص مشابه جدا لده. دايما الحكايه بتعدي بنفس الالم دايما، ليه؟ نفس الموضوع للتكرار القهري. التكرار القهري هي دخلت يعني ده ملوش علاقه ولا بابوها ولا بامها، لا دي العلاقه بالتجربه السابقه، اما من تجربه سابقه مع الاهل او تجربه سابقه هي عاشتها مع نفسها. فده برضو تكرار قهري، هي عايزه تغير النتيجه. انا خدي بالك انا عايزه اقول لك على حاجه، 50% من العلاقات الواقع اللي حصل في العلاقه دي والضرر اللي حصل انا ليا يد فيها، انا كواحد حتى لو كنت كويس جدا. فده مالي، انا بقول بي نايس بات نوت تو نايس. ساعات انت بتبقى بتعمل كويس جدا في العلاقه بنبوظ اللي قدامنا، فانت خليك كويس لكن مش كويس مش كويس قوي. صح. لان برضو انت بتتنازلي وكل تنازل بيديكي تنازل اكتر، او هو بيتنازل ويقول مش مشكله ويعدي، فكل تنازل بيؤدي لتنازل ازيد منه. فاحنا ما نتنازلش وما نقررش، يعني نبقى واعيين ان احنا انا دخلت في علاقه زي دي ما اروحش اختار نفس المواصفات بالظبط، لان كده طبيعي ان العلاقه هتفشل. وما تقولش انت بقى تفرد دراعاتك كده وتقول لا انا هنجحها المره دي، ما انت كنت رجحتها اول مره. طيب طيب هنا في حاجه برضو حضرتك قلتيها حلوه قوي، التنازل. طب في ناس بطبيعتها شخصيه متسامحه، يعني شخصيه مثلا ما بتعرفش تشيل قلبها مش اسود، وده مش تنازل بالنسبه لها، خلاص انا عايزه اعيش في حياه لذيذه مش عايزه كآبه ونكد وقرف، او هو نفس الكلام ده، هنا بيبقى تنازل ولا تسامح؟ لا هو في فرق كبير جدا من التنازل. طبعا دي. لا في فرق كبير جدا جدا بين التسامح والتنازل. التسامح انا خلاص قلبي من جوه مسامحه مش شايل، مش شايل. التنازل لا انا يعني مضغوطه انا مش مسامحه وعماله افكر واهري في نفسي وبخطط. فده في فرق كبير جدا، في فرق كبير بين الاثنين، بين التسامح والتنازل. طب الشخص الثاني لو انا شخصيتي متسامحه عامه، الشخص الثاني ممكن ياخد ده على كانه تنازل، وهنا انا ازاي افصل الفرق ان انا ممكن اقلب؟ انا هنا طول ما انا بتنازل انا ممكن اقع في فخ حد مستغل. يعني الشخصيه اللي بتتنازل، طب خليني اقول لك، انت عارفه الستات ليه بتتنازل او الرجاله ليه بيتنازلوا؟ لا ليه؟ هقول لك ليه، لان هم متخيلين ان انا لما اتنازل، وهي بتبقى عامله زي مامته كده في العلاقه، انا لما اتنازل هو هيتمسك بيا اكتر، مفيش حد بيقدر يستغنى عن مامته، فانا ابذل كتير جدا في العلاقه يقوم هو يحبني اكتر، يقوم بيتجوز عليا بقى واتفاجئ. بالعكس هيمشي ويسيبك. بالظبط، احنا عايزين نوعي للنقطه دي، ان انت مش مامته. طبعا لازم نفرق بين العلاقات، وما تتنازليش وتبقي انت انا المسؤوله عن اكله مسؤوله عن شربه، وكذلك الراجل. الام يعني دور والزوجه دور مختلفين تماما عن بعض. الام ده خلاص انت طلعت من بيت مامتك. التنازلات دي عشان يقربوا الحبيب يربطوه اكتر. عايزه اقول لهم ان انت اي تنازل بتعمله انت بتنفره مش بتقربه. صح. طب دكتور امتى اقدر افرق ما بين ده، ما بين التنازل ما بين المعامله حلوه، او بطريقه تانية للسؤال، امتى اكون مع شخص اوريدي انا اتجوزت او اتنيلت زي ما بنقول، امتى لازم الحاجات اللي انا شايفاها دي او الوضع ده لازم امشي، لازم انسحب لانه مش ملوش حل، لان انا اتنازلت فوصلت الوضع لمرحله خلاص ما فيهاش رجوع، فلازم كده كده اخرج، او ان لا لازم ان انا عادي ابذل مجهود في العلاقه دي لان الراجل ده يستحق، امتى اقدر افرق؟ ممكن الواحد يتلخبط اوقات. هلخصها لي في كلمه واحده، الابريشيشن، التقدير. اي تنازل انا بعمله بيتقدر ولا لا؟ اوكي. لو في تقدير انت جبتي هي كلمه واحده، ابريشيشن. صح، ده الفرق القاضي. ده حتى التقدير في العلاقات بين الصحاب على فكره، مش بس المتجوزين. صح. صح. لو التقدير مش موجود في اي علاقه بحس ان العلاقه ما فيهاش توازن، في مزبوط. في خلل، شخص بيدي قوي وشخص بيسحب قوي، وحد في الاخر هيزهق، يا اللي بيدي قوي طاقته هتخلص، يا اللي بياخد قوي هيزهق وهيروح لشخص تاني ياخد منه حاجه تانية. ما بتخلص، عارفه يا فرح، عارفه يا دكتور، مهما كان الشخص بيتنازل او معطاء، بلاش نسميها تنازل، انا شخص معطاء، مهما عملت بدي 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 زي ما حضرتك قلتي وزي ما فرح قالت، وقت ما فيش ابريشيشن او ما فيش تقدير فعلا بنوصل مرحله خلاص اللي بيقولوا الكاس بيتملي وبيوقع بره. مظبوط، مظبوط. مفيش حل، فبتلاقي نفسك مش عايزه خلاص مش هقدر ادي تاني. صح صح.
احنا مش عايزين نوصل المواضيع لكده يعني. ما تبقيش انت بتدي وانت طاقتك بتخلص يعني. وقفي وقفي في حنفيه شويه. احنا برضو الموضوع ده مهم قوي، فنزلنا الشارع عشان نشوف راي الناس ايه. تعالوا نشوف راي الناس في الشارع ونرجع مره كمان. الشباب والبنات بيخافوا من فكرة الجواز، هل خوف من الفشل ولا من الانفصال ولا النكد ولا ايه بالظبط؟ من الثلاثة، من الفشل والانفصال، وان هما كمان لما يتجوزوا يجيبوا اولاد بيبقوا عايزين ينفصلوا في اي وقت، فيا ترى مين اللي هيقدر يتحمل المسؤولية بتاع الام ولا الاب، ولا هما الاثنين اصلا كانوا صغيرين مش قادرين يتحملوا مسؤولية الجواز؟ والله كل اللي حضرتك قلتيه ده كله يعني، معظم حالات الطلاق زاد عن الاول جامد، كل سنة عن اللي قبلها النسبة بتزيد، فده طبيعي يأثر في البنت مثلا، غير ان الثقه بتبقى قله شويه، هل اللي انا هرتبط بيه ده طبعه كويس، هل بيزهق، هل كده، في اسئله كتير بتدور حوالين الموضوع ده، خصوصا ان ارجع تاني اقول لك نسبه الطلاق بقت في زياده جامده. خايفين من الفشل؟ والله هم ثلاثه، الفشل والنكد والانفصال. كل مرحله عمريه بيبقى ليها اسباب، يعني مثلا عنده 25 غير ال 30 غير ال 40، ممكن ال 25 ده بيبقى الماديات هي اللي واقفه معاه، مثلا عنده 30 40 بيبقى خلاص اتعود على يعني منهج معين في حياته، هو اللي بياخد قراراته، خد على الاستقلاليه. والنكد والشباب مش عايزه تصرف بقى، وفين مش عايز يشيل مسؤوليه وكده يعني، بس وفي ستات نكديه برضه. هو طالما عاقل فعلا لازم يخاف ويتأنى، بس ما يخافش قوي يعني، يتأنى ويختار وربنا معاه. اللي اقدر اقول لحضرتك ان الاعباء المعيشيه بتتدخل تدخل كبير قوي في القصه دي، وخصوصا المغالاه كمان في الطلبات بالنسبه للشباب، لما بتقدم للفتاه بيحدث مغالاه في الطلبات. مثلا لو متربيه في طبقه معينه هتيجي تعيش مع شخص الطبقه اقل شويه او زيها لسه بيبتدي حياته، ما تبقاش متقبله، فممكن الكلام ده يؤدي الى فشل العلاقه. انا شايف دي هي دي النقطه الوحيده. دلوقتي معظم البنات بقت معظمهم بيتعلموا بيشتغلوا، فثقافتهم مرتفعه عن زمان، فدلوقتي الجواز بقاش بسهوله زي الاول، برضو بيفكروا اكتر من الاول يعني. والله انا في رايي ان عشان الجواز بقت فكره صالونات، والصالونات للاسف ما يكونش فيه تفاهم بين الاثنين، فبيكتشفوا ان الموضوع ده بعد الجواز، فللاسف بيلاقي ان الطباع ما فيش وفاء بين الاثنين، مفيش مسؤولية، خايفين ما يشيلوا مسؤولية، بيخافوا من الانفصال الفشل، لأن في علاقات كتير قدامنا بقت اللي هي خلاص بقت بتفشل، فبالتالي هم كمان خايفين لحسن يفشلوا. حتى اللي بيقرر وبيتجوز وبيقرر انه يتحمل مسؤولية، مش بتعدي سنة أو ست شهور وتلاقي الجواز تشكل خلاص، نسبة الطلاق زادت جدا الأيام دي. هو عامة الانفصال، لأن طبعا دلوقتي نسبة الطلاق تخطت 70%، مفيش بيبقى شهرين ثلاثة وبيتطلقوا، وبرضه نكد، وبرضه الظروف المعيشة مش مساعدة إن هم مثلا يكونوا أسرة وكده، فبرضه بيرجعوا لخطوة الجواز. طيب احنا كنا بنتكلم لو انت لسه ما دخلتيش في علاقه او انت لسه ما دخلتش في علاقه، طب يا دكتور زي ما في بنوته هنا في الفيديو قالت اوريدي واحد اتجوز وبقاله كذا سنه، او واحده اتجوزت بقالها كذا سنه وجات لهم الحاله دي فجاه ان هو مش حابب الارتباط او خايف من الارتباط او مش عايز يبقى فيه اي ارتباط، ازاي الحاله دي ممكن تيجي بعد فتره من الجواز؟ لا هو انا هقول لك على حاجه، احيانا ضغط الاهل يعني، مثلا ابني خايف من الجواز او بنتي خايفه من الجواز، فانا بضغط لا لازم تتجوز، اللي قدك اتجوزوا، اللي قدك اتجوزت، فبيضطروا ان هم يتجوزوا، بس هم لسه ما علبوش الفير اوف كوميتمنت او الخوف من الجواز، بيدخلوا العلاقه او بيدخلوا الزواج وهم عندهم فير اوف كوميتمنت، فبالتالي بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي ان بعد فتره يحصل الطلاق العاطفي، كل واحد فيهم في ناحيه، الزوج عايز يروح القهوه، عايز يقعد مع اصحابه، عايز يسافر الساحل، عايز عايز عايز، مش عايز يفقد الحاجات او الامتيازات اللي كانت معاه اثناء العزوبيه. فبيحصل فير اوف كوميتمنت بعد الجواز زيه زي قبل الجواز، فبيخليه مش انفولفد في العلاقه، مش عارف يبقى اوبن فيها، مش قادر يصارح مراته بكل الاحاسيس اللي جواه. خدي بالك احيانا كمان هم ما بيرضوش يقولوا هما انجرحوا من ايه في العلاقات السابقه. انا ادي لحد الزراير والمفاتيح بتاعتي واقول له انا خايف من ايه، طب ممكن يستغلني. صح، ممكن يستغلها. فدي برضو نقطه بتخليه خايف طول الوقت، مش صريح مع نفسه. طيب احنا برضو مش صريح مع نفسه والطرف الاخر. صح. فهنا فعلا عدم الوضوح في العلاقات عامه بيعمل عبء داخلي عليا وعلينا، انا مش واضحه قدام المفروض اقرب شخص في حياتي. بس احنا دلوقتي معانا هدى من القاهره، اهلا بيكي يا هدى. الو، مساء الخير. مساء النور. عندك سؤال او انت خايفه من الجواز؟ خايفه تتنيل. يا هدى، هدى سامعانا كويس؟ خايفه من الجواز او خايفه تتنيلي زي ما الكتاب بيقولوا يعني. الو، اتفضلي. ايوه احنا سامعينك، اتفضلي.
انا طبعا عاجبني موضوع الفقره جدا جدا، لان ده بيمس يعني شريحه كبيره جدا سواء من البنات او من الولاد، وطبعا انا واحده من الناس اللي خايفه من الارتباط. فكنت عايزه اسال بقى الدكتوره وهي موجوده معانا. اتفضلي دكتور معاكي. اتفضلي يا هدى. طيب هدى حاولي تتواصلي معايا. ممكن اقول لهدى حاجه بس؟ يعني هي قالت هي خايفه من الارتباط، بس احنا ما وصلناش لجدر الخوف ده ايه. عايزين نفرق بس ان احنا خايفين، بس ايه السبب؟ انا عايزاها تبقى صريحه مع نفسها وتحاول توصل للسبب. هل انا خايفه من الرفض، خايفه من الفشل، خايفه من الهجر، خايفه اسلم مشاعري لحد؟ اوصلي اسمها ايه، هدى. اوصلي يا هدى لاسباب او مسببات الخوف ده عشان تقدري بعد كده ان احنا نعالجه ونوصل لحل للمشكله دي. طيب يا هدى ممكن لما تتصلي هتقولي لنا السبب. يا رب ان شاء الله. يا دكتور اتجوزنا وخلاص عدينا مرحله الخوف والكلام ده كله، نروح بقى للاسباب الا احيانا او اعتقد بنسبه كبيره بتبقى سبب في الطلاق او في انفصال الطرفين عن بعض. تدخل الاهل زياده عن اللزوم، او الراجل اللي بيحكي كل حاجه لمامته، او البنت بتحكي كل حاجه لمامتها، ومبقاش في خصوصيه في العلاقه بين الاثنين المتجوزين مع بعض. ده طبعا غلط جدا ان انا اشرك حد تالت، ده غلط جدا. حاولوا بقدر الامكان المصارحه. امتى ادخل بقى حد تالت؟ لو انا مفيش تواصل بيني وبين الطرف التاني، انا مش قادره اتواصل، انا بتكلم في اتجاه والطرف التاني بيفهمني في اتجاه تاني، فممكن ادخل حد يقرب ويكون اونست، بس مش عمال على بطال الصغيره والكبيره التفاصيل تتحكى. ده بيزعل وبيحسس الطرف الاخر ان هو بقى مكشوف. يعني احنا المفروض ان الزوج والزوجه دول لباس لبعض. لباس يعني ايه؟ اللباس ده من الستر. فانتي تستري على جوزك وهو يستر على مراته. طب يا دكتور برضو في نوع تاني اللي هو عارفه يفرح، اللي هو شد وجذب، تلاقي اتنين بيحبوا بعض جدا، تلاقيهم شويه مع بعض وخناق وينفصلوا ويرجعوا وينفصلوا. ده ايه؟ انتي تقيميه بايه؟ ده علاقه ممكن تكمل ولا مش ممكن تكمل؟ في ناس يقولوا ده تمسك رهيب ببعض، وفي ناس يقولوا لا مش نافع اصلا. هو ممكن يكونوا بيحبوا بعض جدا، بس المشكله عندهم في التواصل. يخلقوا لبعض تشانلز او قنوات للتواصل، هم عندهم مشكله في التواصل. انصح الكابلز دول ان هم يحاولوا يخلوا التواصل بينهم اسهل، ويخلوا فيه بقى ايه قنوات للتواصل. انا اصبر مره، هو يصبر مره، الموضوع ماشي ممكن يكونوا بيحبوا بعض، بس الموضوع عشان يكمل ويبقى سستينبل لازم يبقى فيه تواصل فعال وسامح، وما يبقاش فيه خناق كتير. على فكره الخناقات كويسه، بتدعم العلاقات وبتعرف كل واحد، بتقرب الناس من بعض، بتعرف كل واحد مهم ازاي عند التاني. بتاعت يا دكتور زياده عن اللزوم بتبقى بالظبط كده. يعني صعب. احنا مهم قوي ان احنا نحافظ على التواصل الفعال ما بيننا، نسمع كويس الطرف التاني، واحسن حاجه تقدميها للطرف التاني انك تكوني حاسه بيه. يعني هو في مشكله وفي ضغوط عليه، عارفه اسهل حاجه ان انت تقولها لي او احسن حاجه ان انت تقولها له انا حاسه بيك، وفعلا تكوني حاسه. يعني انا معاك، انا جنبك مكانه. صح. يعني حسي مثلا لما هو متوتر او زعلان او عصبي شويه، وانت كمان حس بيها لو هي عليها ضغوط ومذاكره، ويعني دي احسن حاجه تقدري تقدميها للطرف التاني، وتقدري تقدميها لاولادك. صح. وكمان يا دكتور برضو تلقيح الكلام، والناس اللي تقعد تكتب على الفيسبوك يعني هو مش واخد باله، شغل اطفالي جدا، كان يعني اختيار فاشل. ده انا كنت يقول انت تقصدي، انا ما اقصدش، انا بتكلم شغل اطفال جدا، بتعبر عني. يعني لا، شغل اطفال وطريقه يعني فيها اماتشوريتي، ما فيش نضج اطلاقا، وفيها اهانه لنفسك وليه بالظبط. او ليك وليها. ايوه بالظبط. لا دي يعني سلوك مش حلو خالص. لازم اللي بيعمل كده. يا دكتور لاي اتنين داخلين على علاقه، او ناس خايفه تتنيل، او ناس اتنيلت بالفعل، حابه تقولي لهم ايه بشكل عام؟ اللي ما تجوزوش لسه هقول لهم الاختيار ما فيش ما يمنع ان احنا ناخر سن الجواز شويه، لحد ما افهم انا نفسي، افهم انا احتياجاتي ايه. انا محتاج حد فرفوش، حد بيخرج، حد ملتزم ببيته، انا اعرف انا محتاجه ايه الاول. فما فيش ما يمنع ان احنا ناخر السن شويه، بس نختار اختيار صح. ده ما نندمش عليه، ما نندمش عليه. صح. وشايفه ان الجولدن ايج اوف ماريدج، يعني احسن سنه للجواز، ان الواحد يكون مثلا 30 29، ده يعني هيكون عدى بتجارب كتير والتجارب كويسه مش وحشه، دي هتعلمنا الصح من غلط، هتدينا يعني خبرات هنقدر ان احنا نستخدمها في التجارب الثانيه. بس النقطه المهمه جدا، ما تختاريش نفس الاختيارات وتقرري تغيري، لان دي مش هتتغير. يعني خدي اختيار تاني خالص. وساعات اللي انا بشوفه برضو ان احيانا خوفك من حاجه معينه بيخليكي تختاري النقيض مباشره وتتغاضي عن بعض العيوب. كان في مثل عربي كده زمان يقول لك كالمستجير من الرمضاء للنار، اللي هو خايف يمشي على الرمله السخنه فيطلع يجري على النار. صح. خوفك من حاجه معينه، مثلا انا خايفه اتجوز واحد فقير فيستغلني ماديا، فروح اتجوز واحد غني جدا
وما اخدش بالي من بقيه الحاجات اللي ممكن تفشل العلاقه، ما اخدش بالي من بقيه العيوب. بالظبط. طب ده احنا هنا وصلنا لحته حلوه قوي. لو دلوقتي انا فعلا يعني اتجوزت بسرعه، اخترت غلط والكلام ده كله، حاولت في العلاقه اكيد قبل ما اتطلق كتير، وخلاص وصلت لمرحله انا مش قادره اعيش مع الشخص ده، وشايفه ان مفيش حاجه واحده فينا مشتركه، طيب وانا خايفه اتطلق عشان خايفه من لقب مطلقه او خايفه من الناس تتعامل معايا ازاي. هنا بقى الست تعمل ايه؟ لا خايفه من اللقب جدا، خلاص هي عارفه ايه اللي جاي بعد اللقب. بصي هو احنا طبعا مع استحاله العيشه اللي انت بتوصفيه ده، استحاله العيشه مظبوط، فهيبقى تفريقهم باحسان يعني ماشي يتفرقوا. هي بقى تشتغل على نفسها، الست اللي قررت انها تطلق لازم تعرف ان الموضوع مش سهل، هتحتاج مجهود كبير وتشتغل على نفسها وتكون عارفه العواقب، يعني عايزه لها الفيجن بتاعتها توسع شويه عشان تشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. انا عندي القدره الماديه، عندي القدره النفسيه ان انا اخد الحياه لوحدي، ولو هي عندها القدره اتس اوكي. طب يا دكتور في مثلا ده لو مثلا في حاله ان انا مثلا متزوجه مره اولى مثلا عادي ممكن تاخدي قرار الطلاق سواء راجل او ست، طب لو للمره الثانيه وخصوصا الست زي ما فرح قالت في مجتمعاتنا العربيه فريدي اتجوزت مره ثانيه، هتبقى المره دي بقى لو ماساه هتبقى استحاله تتطلق، ما هيتقال عليها بقى متجوزه مرتين ومطلقه مرتين. طيب. وهتتجوز مره ثالثه ده هيبقى قصص. بصي حبيبتي احنا بنقول لها ايه؟ بنقول لها طالما التجربه مره فشلت والثانيه فشلت اوقفي بقى مع نفسك بقى، لان انا زي ما فهمتكم ان 50% من العلاقه إيه انا ليا سبب في فشلها و50% الطرف الثاني ليه فشل. طيب انا ال 50% بتوعي دول اتسببت فيهم في ايه؟ مش هقول انها وحشه بس انا قلت انها ممكن تكون كويسه قوي، فالكويسه قوي دي برضو ممكن تفشل العلاقه، فعايزاها تقف وقفه مع نفسها تشوف هي كانت كويسه قوي في ايه. حتى يعني لو كويسه قوي، شوفي بقول لك لو كويسه قوي ممكن تعمل فشل في العلاقه، فنقول لها اقفي وقفه مع نفسك. بشكرك جدا، وكلنا اكيد هنقف وقفه مع نفسنا، وبجد فقره النهارده هي اكيد هتعمل لكل واحد وواحده فينا وقفه مع نفسنا. وبشكرك يا دكتور نورتينا، والحقيقه استفدنا جدا من كلامك النهارده. شكرا ليكي. شكرا جدا. شكرا ليكي يا دكتور، وان شاء الله نبقى كلنا استفدنا من كلام حضرتك. اتمنى تبقوا حضراتكم استفدتوا. ونصيحه صغيره قوي للراجل او للست، ان الجواز مش انجاز ابدا، بالعكس الجواز انجاز في حاله واحده بس، لو انا اخترت الشخص المناسب ليا، عارفه عيوبه قبل مميزاته، مش عمية شايفة المميزات بس، أو شايفة فترة التجمل اللي هي كانت فترة الخطوبة عشان دي مش حاجة لذيذة خالص. نبقى واضحين مع بعض علشان زي ما بيقولوا كده بالبلدي من البس في الحيطة في الآخر، ويبقى فيه أطفال ونرجع نندم. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي في فقرات مميزة بإذن الله. باي باي.